كما أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه بحث مع المجالس التصديرية مسألة إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية. وأشار مدبولي إلى خصوصية كل قطاع من القطاعات التصديرية بما يستلزم تحديد الخطط والبرامج والمستهدفات. كلامنا كان مع مجالس التصديرية على إزاي إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات ورد الأعباء التصديرية، لأن كل قطاع لخصوصيته، وبالتالي أنا ما أقدرش يعني نستمر إن إحنا ندي دعم صادرات مطلق أو عام. ده بالعكس، أنا طلبت من كل مجلس تصديري يحدد لي إيه هي الأسواق اللي بيستهدفها، اللي ممكن نعملهم حوافز أكتر، إيه هي برامج دعم الصادرات اللي تخصهم، اللي تشجعهم إن هم حققوا هذا الهدف، بحيث يبقى كل مجلس تصديري جايينه بخطته. وإن شاء الله في خلال الأسبوعين الجايين هنبقى بنقعد معاهم عشان نطلق هذه الخطة بإذن الله. إحنا محددين إيه هي القطاعات وإيه هي الصناعات اللي عايزين نزودها من المكون المحلي، وإزاي إن إحنا نعمق من التصنيع جوه بلدنا عشان نقلل الفاتورة الاستيرادية وعشان نغطي احتياجات السوق المحلي.